معنا اولا على شاشه سي ام بي سي عربيه عبر الهاتف السيد محمد الرميح المدير التنفيذي لشركه تداول السعوديه حول هذا الموضوع واعلان تداول السعوديه اطلاق العقود المستقبليه للاسهم المفرده. اهلا وسهلا بك، يعني دعنا نتحدث عن هذه الخطوه وحيثياتها وقيمتها المضافه. اهلا بك. السلام عليكم واهلا وسهلا بك وجميع المشاهدين. طبعا اليوم اطلقنا العقود المستقبليه للاسهم المفرده وهو ثاني منتج يتم طرحه في سوق المشتقات الماليه السعوديه اللي اطلقناه اول مره في عام 2020. تطوير سوق المشتقات هدف من اهداف برنامج تطوير القطاع المالي احد مستهدفات رؤيه المملكه 2030 واللي يركز على ارتقاء سوق الماليه السعوديه وتعزيز اقبال المستثمرين المحليين والدوليين على ادوات السوق الماليه السعوديه. طبعا اطلاق منتجات جديده كالعقود المستقبليه اسهم مفرده اللي اطلقناها اليوم هي اطار التزام تداول السعوديه بتقديم مجموعه متطوره ومبتكره من المنتجات والخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين. نعتزم باذن الله لتوفير منتجات اضافيه في سوق المشتقات الماليه في المستقبل القريب. نعم، من حيث التوقيت سيد محمد، كيف ترى اطلاق هذه العقود المستقبليه حاليا في هذه الظروف؟ طبعا من اهم اهداف سوق المشتقات هي للتحوط واداره المحفظه، ونعتقد انه التوقيت جدا مناسب بالاستشاره مع اعضاء السوق والمشاركين في نهايه ايضا للربع الثاني وتوقع لنتائج للشركات، فتعطي مميزات اضافيه خصوصا للصناديق والمؤسسات الاستثماريه لاداره محافظهم بكفاءه اكبر. هل نتوقع استمراركم على هذا النهج والاستراتيجية وإطلاق المزيد ربما من هذه المشتقات؟ بالتأكيد نعتزم أن نوفر منتجات إضافية أحد المستهدفات لتطوير السوق المالية السعودية وزيادة المنتجات التي تخدم المستثمرين بكافة أنواعهم. يمكن أقرب منتج راح يكون عقود الخيارات للأسهم المفردة. إذن دعنا يعني نتحدث عن كل هذه الخطوات، كما تعلم هي تهدف لزيادة العمق ولتنوع ربما المنتجات الاستثمارية. دعنا نتحدث عن الواقع الحالي في تداول، يعني إلى أي مدى هو يلبي ربما طموحاتكم في هذا الاتجاه؟ بالتأكيد أي تطويركم للسوق المالية نجد ولله الحمد تطورات إيجابية على مستوى المشاركين بالسوق. على سبيل المثال لو ننظر إلى عدد الشركات المدرجة والنمو الحاصل فيها، العام الماضي تم إدراج 21 شركة، من بداية السنة تم إدراج 27 شركة، وأيضا في موافقات لأكثر من 10 شركات للإدراج. نشاهد زيادة جدا ممتازة من قبل المستثمرين الأجانب، تجاوزت تقريبا 14% من قيمة الأسهم الحرة وفي تزايد. عدد المستثمرين المؤهلين أيضا من المؤسسات الأجنبية. نشاهد أيضا تحسن في السيولة وأيضا اهتمام في المنتجات التي تطلقها تداول السعودية وأيضا في الطروحات اللي يتم طرحها في السوق سواء في السوق الرئيسي أو السوق الموازي. لدينا خطط أيضا لتطوير الأسواق الأخرى على وجه الخصوص سوق الصكوك والسندات والذي يتكون معظمه من سندات الصكوك الحكومية. نتوقع أن نشهد بعض الإصدارات من بعض الشركات للاستفادة من السيولة على الرغم من التغيير في أسعار الفائدة، ولكن تظل السوق المالي السعودية بما أثبتته من عمق السيولة ورغبة المستثمرين لتنوع أدوات الاستثمار المتاحة لهم أنه راح يكون في تطور وفي نمو على جميع الأصعدة بإذن الله. جيد، دعنا نتحدث يعني انتهز السانحة نتحدث عن إدراجات متوقعة وإطلاق هذه العقود المستقبلية للأسهم المفردة، كيف تقيمون حجم التعاطي مع هكذا حدث؟ طبعا السوق راح يتعامل مع كل طرح على حده كما هو واضح من الطروحات السابقة، وتعتمد على عديد من العناصر مثل القطاع التي تعمل به الشركة، تقييمها، المعلومات وطريقة التعامل مع المستثمرين
سواء المستثمرين المؤسساتيين أو الأفراد وتوزيع الطرح عليهم. اللي نشهده الحمد لله التغطية جدا ممتازة، فيها رغبة بتنوع القطاع، وهذا أحد الأهداف اللي نصبوا إليها في السوق المالية السعودية، أنه نوفر شركات أكثر في قطاعات متنوعة. ولله الحمد أنه اليوم لو تطلع على الإدراجات التي حصلت في الفترة السابقة تجدها جدا متنوعة ومن قطاعات متعددة، من القطاع التقني، من قطاع الصناعات الغذائية وقطاعات خدمية. فلله الحمد أعتقد أنه فيه رغبة واضحة من المستثمرين، وهذه أيضا تمثلت في زيادة عدد الموافقات. السوق راح يتعامل بشكل مناسب مع كل طرح بما يتناسب مع المستثمر معين. نعتقد أنه إدراج منتجات إضافية راح يعزز من السيولة للسوق الرئيسية وسوق الموازية وأيضا الأسواق الأخرى. شاهدنا أيضا زيادة في صناديق المؤشرات المتداولة، ونتوقع أنه يستمر هذه الزيادة مع التطويرات التي حصلت في البنية التحتية لمجموعة تداول السعودية، اللي راح تسمح لنا بتطوير منتجات بشكل أفضل. في تواصل مستمر مع المشاركين بالسوق لاستقراء تطلعاتهم وقراءتهم للمستقبل، وأيضا ما هي الأدوات الاستثمارية التي يرغبون بوجودها، أو حتى إذا كان في تحسينات مقترحة على المنتجات والخدمات التي نقدمها حاليا. نتمنى لكم التوفيق. أنا أشكرك محمد الرميح المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، كنت معنا أولا على CNBC عربية.